متابعينا في كل مكان اهلا ومرحبا بكم، لازلنا متواصلين مع حضراتكم مع تواصل اشواطنا في هذا المساء، مساء هذا سن اللقاية مع الانتاج والمنتجين. نبدا ونتعرف على شوطنا المنطلق وعلى هذه الاسماء المتواجدة. نبدا ونتعرف على المركز الاول مع سرابة من تحتل المركز الأول في شوطنا السابع، ولكن هنا دخول وتسلل في هذه اللحظات من قبل ضبية حمد بن عبيد بن حلوس العامري. وعلى المركز الثاني التواجد من الواعية، تعود ملكية الواعية لعلي بن سالم بن هياي المنصوري من تتواجد على مستوى المركز الثاني. أن ننتقل إلى المركز الثالث ومن تتواجد فيه سرابة عبد الله بن سعيد بن محمد الخيالي. وعلى المركز الرابع الوصول على المركز الرابع من الجانب الأيمن من تدخلت واحتلت المركز الثالث، هنا حدث محمد بن سالم بن محمد بضبيعة الكتبي. وعلى المركز الرابع تتراجع هنا سرابع عبد الله بن سعيد بن محمد الخيالي. وعلى المركز الخامس الوصول من المركز الخامس من هملولة، تعود ملكيتها لنديلة بالويهي بالزفنها العفاري. هذه نتيجتنا مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة. نعود وإياكم إلى قيادة هذا الشوط والصدارة والمقدمة مع ضبية لحمد بن عبيد بن حلوس العامري مع المركز الأول. الدور والنقلة مع المركز الثاني من تتقدم فيه، هنا الوصول من حدث محمد بن سالم بن محمد بضبيعة الكتبي. وعلى المركز الثالث تصل وتتواجد هنا الواعية، تعود ملكية الواعية لعلي بن هياي المنصوري من تتواجد، ومتابعة أيضا من أيضا مضمرها ومتابعها سالم بن علي بن هياي المري. هذا هو قادم أو نعم سالم بن علي بن هياي المنصوري هو من يتابعها. نعم مشاهدين الأفاضل يتابعها متابعة دقيقة وقادم من ميدان الوثبة ليكون له حضور مميز في هذا المهرجان الكبير. يلا يا ابو علي، يلا يا ابو علي. نتابع المركز الرابع ومن تحتل المركز الرابع تتقدم فيه وتتواجد هنا مشاهدينا الافاضل هنا من تتقدم هملوله لنديله بالويهي بالزفنه العفاري. وعلى المركز الخامس وصول وتقدم هنا مشاهدينا الافاضل من احد الاسماء الجديده اللي تدخلت في هذه اللحظات، وصول وتقدم هنا مشاهدينا الافاضل من تقدمت في هذه اللحظات. هذه الشاهينيه سالم بن محمد بن فهد بن سالم بن دخيل الله من يتواجد، ولكن ايضا وصول ودخول هنا في هذه اللحظات من شقره عبد الله بن سعيد بن عبد الله الحميري. هذه نتيجتنا. نعود واياكم الى مقدمه هذا الشوط، نعود الى الصداره الى ضبي حمد بن عبيد بن حلوس العفاري أو العامري. نعم حمد بن عبيد بن حلوس العامري من يتواجد مع المركز الأول مع ضبية ومع مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني التواجد هنا مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل من قبل حدث محمد بن سالم بن محمد الكتبي. وعلى المركز الرابع وصل المركز الثالث تتواجد هنا الواعية، تعود ملكيتها لعلي بن سالم بن هياي المنصوري من تتواجد قادمة من ميدان الوثبة ليكون لها حضور مميز. ولكن هنا وصول وتقدم على المركز الثالث في هذه اللحظات من تقدمت شقرة عبد الله بن سعيد بن عبد الله الحميري من يتواجد مع شقرة على المركز الثالث. المركز الرابع 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 وصلت على المركز الرابع هنا مشاهدينا ومتابعينا الافاضل من تقدمت هنا ذباحة مبارك بن ربيع بن عبد الله الرزق العجمي من يتواجد مع ذباحة في هذا الموقف وفي هذا المكان. هنا تحتل المركز الرابع المركز الخامس، ناخذ المركز الخامس اللي تحتل المركز الخامس ناخذها. هذه اللي تقدمت في هذه اللحظات تتراجع قليلا هنا مشاهدينا الافاضل هملوله انديله بالويهي بالزفنه العفاري. هذه النتيجه. نعود
يعود مع لائحة ال 1500 متر الأخيرة، 1500 متر على خط النهاية، والأمور هنا تسير مع ضبية حمد بن عبيد بن حلوس العامري. من يتواجد مع المركز الأول؟ من يتواجد مع ضبية؟ ضبية من البداية وهي من تقود هذا الشوط، غيادة حكيمة. يا سلام، الله 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 يا ضبية، ضبية مع المركز الأول، ضبية مع مقدمة هذا الشوط، مع صدارة هذا الشوط. هذه ضبية من تقود هذه الأسماء من البداية وحتى هذه اللحظات. ضبية ضبية لحمد بن عبيد بن حلوس العامري. من يتواجد مع ضبية مع المركز الأول ومع قيادة هذا الانطلاق؟ المركز الثاني وصلت هنا شقرة عبد الله بن سعيد بن عبد الله الحميري، وعلى المركز الثالث وصول وتقدم هنا من خيرة صالح بن محمد بن صالح بن نصر الشريفي العامري. من يتواجد مع المركز الثالث؟ ولكن نعود مع 800 متر، 800 متر أخيرة تفصلنا عن خط النهاية، والأمور هنا تسير، تسير مشاهدينا الأفاضل. من صالح ضبية حمد بن عبيد بن حلوس العامري مع المركز الأول مع قيادة هذا الشوط. الله يا ضبية، ضبية ضبية مع المركز الأول مع القيادة، هي الأقرب للناموس، هي الأقرب لانتزاع السيارة، ولكن الله الوضع خطير. يا سلام، شوفوا صهوة، صهوة وصلت، صهوة صهوة في هذه اللحظات تعود ملكية لزايد بن سعيد بن زايد المزروعي. هذه صهوة، صهوة صهوة غيرت صهوة. الله يا صهوة، صهوة مع المركز الأول، ولكن هناك من الجانب الأيمن دخول أيضا وتسلل من خيرة صالح بن محمد بن صالح بن نصرة الشريفي، ووصول، وصول من شقرة، شقرة 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 مع الناموس، شقرة مع الانطلاق الأول، شقرة تنتزع السيارة في الأمتار الأخيرة. هذه شقرة، تهانينا تهانينا لمالك شقرة على فوزها وانتزاعها لسيارة هذا الشوط. تهانينا لعبد الله بن سعيد بن عبد الله الحميري المركز الثاني. وصلت فيه صهوة تعود ملكيتها لزايد بن سعيد بن زايد المزروعي. أما المركز الثالث، وصلت على المركز الثالث خيرة لصالح بن محمد بن صالح بن نصر الشريفي. أما المركز الرابع، وصلت على المركز الرابع ضبية لحمد بن عبيد بن حلوس العامري. والمركز الخامس، تصل على المركز الخامس الجازي لمحمد بن عبد الله بن خالد العطية. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل لنتيجة شوطنا الماضي، شوطنا السابع. لحظة وصول شقرة إلى خط النهاية 7:43 من الثانية. هذا هو توقيت شقرة، تهانينا لمالكها عبد الله بن سعيد بن عبد الله الحميري. أما المركز الثاني 7:43:9 من الثانية. هذا هو كان توقيت صهوة زايد بن سعيد بن زايد المزروعي، تهانينا له الناموس. المركز الثالث 7:44:5 من الثانية، تهانينا والناموس لمالك خيرة صالح بن محمد بن صالح بن نصر الشريفي العامري على فوزه بالمركز الثالث. تهانينا والناموس.